هو يوم تحسيسي وتواصلي ما بين رؤساء الجمعيات المهنية والتعاونية المغربية اللي تقريبا وصلت 40 على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالمسائل الضريبية. كان عندنا مشكل منذ 1990 القانون المالي 1990 وبقى المشكل مستمر مدة 32 سنة وما تحلش وما ترتب من المشاكل هو من مشاكل التغطية الصحية الإجبارية الآن اللي جات واللي خرجت أضعف مهني عندنا خرجت له 1080 درهم شهريا وهذا المشكل بغينا نحله ولا ما يمكن له يتحل إلا باجتماع ثلاثي ما بين الإدارة العامة للضرائب والإدارة المركزية ديال الضمان الاجتماعي. إذا هذا اليوم اجتمعنا من مختلف أقاليم المغرب باش غندرسوا هذا المشكل هذا وغنخرجوا بالتوصيات اللي غنبلغوها للمسؤولين وكذلك بغينا كذلك عندنا بعض الملاحظات والتعليقات فيما يتعلق بمشروع القانون المالي ديال 2023. احنا هذا الاجتماع ديالنا يعطي في إطار تنزيل ديال الورشة ديال الضمان الاجتماعي وفي إطار محاولة استحالة تنزيل نظام المحاسبة الضريبية على المهنة ديال الذهبية. هذه هما الأسباب التي جعلتنا نعجل بعقد هذا الاجتماع الذي عقد بالظل البيضاء هذا من طرف الجمعيات الجهة ولكنه يعتبر اجتماعا وطنيا تحت عنوان إكراهات الواقع المهني وانتظارات المستقبل. غادي نناقشوا فيه إن شاء الله ما يتعلق بانخراطة المبالغ فيها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لأن الجمعيات كلها المهنيين يباركون هذا المشروع الملكي بل ساهموا في تأطير الناس وتوعية الناس ودفع الناس إلى الخيرات فيه ولكننا عند تنزيل هذا المشروع الملكي على أرض الواقع فوجئنا بعدم مراعاته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي فضلا عن الاقتصاد ديال الذهب اللي هو كيتعتبر واحد مهنة ديال الكماليات. الإكراهات كثار ومن ضمنهم المشكل ديال الضرائب والمعاناة اللي كيعانيوها الصناع مع يعني هذا الشيء اللي جد سواء في القوانين ديال القنوات المالية اللي تبدلات والمستجدات الجديدة حتى على الصعيد الاقتصادي العالمي ناهيك عن يعني الوطني. كاين السلعه كتجي من برا من الصعوبه يعني باثمنه قل من الاثمنه يعني داك الشيء باش كتقمع لنا حنا اليد العامله اليوم عندنا غاليه الالات غاليين وليسوا في متناول يعني الجميع يعني ما كاينش دعم ما كاينش تشجيع كنحاولوا ما امكن نلقاو شي مخرج يعني ان مخرج اللي ممكن يعني كل شيء يكون مستفيد يعني نستافدوا نخدموا نفعوا نتنفعوا.